تبسمك في وجه أخيك صدقة. في يوم العيد لابد أن ننشر البسمة والابتسامة بين الناس. سيدنا جابر بن عبد الله رضوان الله عليه يقول: ما صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني مذ أن أسلمت إلا تبسم في وجهي. يبقى بناخد من الحديث ده التبسم عند مقابلة الناس، تبسم عند مقابلة الأحباب، تبسم عند مقابلة الأهل والجيران، التبسم في البيوت. يعني لا يكون الإنسان بخيلا في بسمته في بيته، خاصة في هذه الأيام الكريمة اللي هي أيام العيد. أيضا عندنا ابتسامة التفاؤل. ابتسامة التفاؤل القصة ترويها السيدة الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما يوما من الأيام فاستيقظ متبسما، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون البحر كأنهم الملوك. ودي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال لها: أنت منهم. وبالمناسبة السيدة أم حرام بنت ملحان هو أول شهيدة للمسلمين في البحر، وقبرها معروف وموجود حاليا قبالة سواحل قبرص.